اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا باغيا إلا قطعته ولا طالبا إلا نجحته ولا طالبا إلا نجحته ولا طالبا إلا نجحته ولا حيران إلا دللته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم عز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أيد الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بنيانهم اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم شل أركانهم اللهم من أرادنا وأرادنا
نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا غالب يا عزيز يا غالب يا عزيز اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين بجاه النبي الأمين.